الصراحة في الراجل بتاع احط بيضك، ما تحطش بيضك في سلة واحدة. بالمناسبة بقى عشان تبقى ايه، تبقى دعوة عامة، البني ادم اللي بيقولك ما تحطش بيضك في سلة واحدة، يعني انت بني ادم لانك بقى بتحب حاطط بيضك في كل حتة. يعني يا ريت تلم بيضك وخلي بيضك في سلة واحدة. والله، سلام عليكم.